وان بيس ده عربي ولا انجليزي؟ كده اسهل. طب ما تجيب اصعب واحد. انا بابا جامد القوه مني يا عم. انا بص يا اسطى زاروك. اصل انت قلت لي جو، هو اسمه جو. هو فين الفتيات المثيرات ولا الجميلات دي ولا راحت فين؟ فتحي هتلاقي جوه كان في شخص اسمه فتحي كنت بحبه قوي. اه ومين كمان؟ اسلام، محمد، ابراهيم، محمود، علاء. شكرا. اهلا بيكم في برنامج كلمه لكلمه، معاكم طارق وميشو، ومعاكم من ورا الكاميرا معاذ. موضوع الحلقه ايه النهارده يا معاذ؟ موضوع الحلقه استاذ طارق عن الشخصيات الاساسيه في الانمي، برامج التوك شو، افلام ومسلسلات والميوزك. هتبدا بايه؟ خلينا في الانمي. من 1 لـ6. 1 انمي ون بيس. عايز شخصيتين فيه. اي معلش السؤال تاني، ون بيس ده عربي ولا انجليزي؟ حياه النبي محمد دي اللي تجيب لي جلطه. ون بيس ده ياباني. مش عارف على طول. طب قول لي. لا استنى، ون بيس بيجي على قناه ايه؟ طيب فكرني. هو افتكر كان على سبيس تون و سبيس باور اظن. محمود دي الشخصيه الرئيسيه اللي بتلعب دور البطله. لا هو لوفي وزورو ونامي وتشانكس. بس انت لو كنت صبرت عليها كنت جبت. ماشي يا زميشو. تمام. عندك 4 برامج مقدمين، الافلام ومسلسلات والموسيقى. هات افلام. الافلام طور من 1 لـ10. هات 6. فيلم محمد حسين. محمد سعد. اجابه صحيحه. كده عظمه قوي، ده كده عظمه قوي. طارق جاهز؟ جاهز. ده الرقم كمان 9. لا هم اخرهم 6. ما انا بعجزك. انت خنزير. 4. هزيم الرعد. انا كده هخسر. ده بص ده اسهل واحد. كده اسهل؟ طب ما تجيب اصعب واحد. هزيم. ده اسم البطل ولا اسم البطل؟ اسم البطل هزيم. صح. اجابه صحيحه. والله؟ والله. انا بابا جامد القوه مني يا عم. وربنا هو اسمه هزيم الرعد. ايوه عم صح، انا كنت اتفرج على المسلسل. شكلك بتهبد. الحمد لله. جاهز يا ميشو؟ جاهز. طرف رقم كمان. هات 3. مسلسل جوثام. ده مسلسل امريكي. جوثام. انت بتهزر يا ابني. غلط. طب بسرعه. 1 2 3. ريتشارد. جوثام يا اسطى ده اللي هو لو تفتكر باتمان، مدينه جوثام، فعاملين عليها مسلسل. اقل حاجه فيهم بروس وين، جيمس جوردن، ناس من دي. جيمس. كده انت جاوبت 1 في الافلام والمسلسلات. دلوقتي برامج، افلام ومسلسلات وموسيقى. اختار الموسيقى. اختار من 1 لـ8. اختار 6. دي اغنيه اجنبي. يبقى مش اختارها. غير. اسمها ديمونز. كمل. عايز ايه؟ عايز ايه؟ الاسم اللي عمل الاغنيه. انا مالي؟ يا لهوي. طب بص، الاسم اللي عمل الاغنيه دي مرق بتاع الكلام. انا عارف اللي لحن الكلام، مش عارف اللي غنى. انا عايز بقى اللي عايز اللي غنى. يا عم قول لاي حد. ايوه بس انا عارف اللي لحنها، اسمه مرق. لا غلط. طب هي واحده ولا واحد؟ واحد. انا بص يا اسطى زاروك. لا يا اسطى ايميجن دراجونز، فرقه ايميجن دراجونز. كم عارفها؟ لا ما علينا. عندك انمي، عندك برامج التوك شو، عندك الميوزك. هات الاغاني. اختار من 1 لـ10. 3. اغنيه اسمها ايوه اخر اغنيه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك خسيس. ده دي كانت في الايه؟ ماليش دعوه والله يا سهله. يعني انا المفروض اقول الاسم المغني بتاعها؟ انها المخدره. 1 2. اسم محمد. كايروكي. يعني هي فرقه معروفه يعني. ايوه انا بقول لك هي معروفه فشخ فاهم، بس انا جبت اسم الاغنيه ان هو رخم شويه. طارق جاهز؟ جاهز. اختار رقم كمان من الموسيقى. طب وحات امك اختار لي رقم عربي، حاجه عربي يعني، حاجه لعمرو دياب، تامر عاشور. من 1 لـ8. 7. برضه دي اجنبي سبحان الله. طب ماشي. اغنيه اسمها هانج اوفر. خليني يعني بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين اجيبهم كده وارشق واحده في قلبي عشان استاهل. ايوه عايز ايه؟ حاجه حتى لو انت ما بتسمعلوش بس انت عارفه. كده سهلتها لي؟ اه. معروف فاهم؟ 1
على سطح. انا اتشاور مش لازم اللي بيغني، انا ثقافتي ما ورا الكاميرا. طب تفاجئني بهزر، انا ممكن اجيب لك الملحن. لا مش عارف. 1 2 3 هانجوفر اللي بيغنيه عندك الشخصيه منهم سنوب دوغ. هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا طب انا كنت هقول عارف سنوب دوغ. طب انت كده ظلمتني. ماشي. وبي سي واي اللي هو الياباني اللي اكتر سؤال كمان. طيب نبدا بالسؤال رقم 5. ان ان اسم الاغنيه. طلعت ان انا ما بفهمش. انا حمار. انا اوت. انا فين المنتين هاتهم. طب حاول. ها من الجيل الجديد. بالبي تي اس. اخر جواب. 1 وانا ايه هذه الحنك اللي معاك فين دي؟ ايه هتمجد مجاري من بوقك. وان دا وايد دايركشن. غلط. ان ان دي بتاع دبور وشاب جديد اللي هم الفلسطينيين دول. ان ان اغنيه عربيه. حمار. انا حمار وغبي. عندك افلام مسلسلات، عندك برامج توك شو. طور يا عم. افلام مسلسلات. طور 8. فيلم ابو العربي. اسمه ايه؟ اسمه الطويل. هاني رمزي. عربي على الحلوين بس نسلي. جاهز يا ميشو؟ جاهز. في الانمي وفي برامج التوك شو. هات برامج التوك شو. واتمنى انها تكون مصريه اصيله. هنخليها دي من 1 ل 8. هات رقم 4. برنامج ايوه جو شو. بقول لك ايه، انت عايز مني يا عم جو شو. ها جو شو ولا جو شو؟ جو شو. او اسب الدين واكفر يا اسب الدين واكفر يا جدعان. بتاع يوسف. خلاص بوينت اهو. انت افتكرته يعني؟ اصل انت قلت لي جو. هو اسمه جو. اللي هو جو شو يعني. ايوه اسمه جو. ده الرقم كمان. في حاجه زي بتاعتها بالعربي؟ ده الرقم. يلا 9. فيلم اسماء. غدا عبد الرازق. غلط. صدقني بقى الكار ده مش كار. اسماء في ممثله لبنانيه عارفها البنت الحلوه دي. احمد حسني. انا عايز البطل اللي عامل الفيلم. ما اعرفش. هند صبري. طيب اختار رقم كمان. هات 8. برنامج الرواد. المقدم بتاعه بنضاره صح؟ ماشي. هو بنضاره ولا لا؟ يعتبر لا. لا غير نضاره. المقدم بتاع احمد الشكيري. نمبر 1 وانتوا عارفين نمبر 1. طارق جاهز؟ جاهز. طيب عندك دلوقتي فاضل برامج التوك شو من 1 ل 7. 1. برنامج فاميلي فيود. انت بتصدق يا عليك؟ ده انا بهزر. انت عايز ايه؟ مشهور. ايوه انا عارفه. عايز الكوميدي. صح كده بوينت. لا ايه بقى انت عايز ايه؟ ما انا قلت لك كوميدي. اسمه ايه؟ فاميلي فيود. وسخ من كده مفيش. لا يا عم الشخصيه اللي بتعمل. انت عايز البطله. بطله ايه؟ الشخصيه يا اسطى اللي عامل البرنامج. توم كروز. انت ايه؟ طيب هو ستيف هارفي. خش عندك الانمي بقى اخر حاجه. اخترت. طيب. بقى من 1 ل 6. بصوا انا غالبا يعني هخسر في الفيلم ده بس هات يا عمي 5. سلام دانك. هو فين الفتيات المثيرات ولا الجميلات دي ولا راحت فين؟ حلاوه دي انت عادي. فتحي. هتلاقي جوه كان في شخصيه اسمها فتحي كنت بحبه قوي. ومين كمان؟ والتاني كان اسمه مسعد. الله. هي بص هو عشان اكون صريح معاك هو يا مسعد يا مسعود يعني مش متاكد من حته زي دي بالظبط. حلو. فالبوينت تمام. الحشيش تمام. هو عشان اقول لك هي اسامي على فكره عربيه فاهم لان هي كانت مدبلجه فيعتبر. فهي عندك في سلام دانك ده. أيوة. كان كره السله. سلام دانك. لا اروح اشد بوتر بقى بكره واجي لهم هناك في طارق. جاهز؟ جاهز. خش اختار رقم كمان. 6. برنامج مذكرات سائح. انا هحاول ممكن عشان يعني برضو تسهيلا. مش حاجه مش هسهلها له قوي يعني ماشي بس شويه يعني. انا بيني وبينك ربنا. هو برنامج يعني هي جايه من مذكرات سائح ان هو بيسافر وشويه ديني فاهم. انا هعمل ايه؟ عربي ولا انجليزي؟ مذكرات سائح عربي. والله. صح. انت نموذج حقير. صح. انا فعلا حقير فعلا. انا مش فاهم ولا سؤال من اللي هو قاله. اسلام. محمد. ابراهيم. محمود. علاء. شكرا. وكان الاجابه علي العمري. اختار رقم 2. هانتر اكس هانتر. انا فاكر انا سمعت الاسم ده وانا صغير. حرام. كنت فاهم مستر صح؟ لا. انت ما اتفرجتش على هانتر ده يا طارق؟ والله يا ولد انا هانتر. طب كوزمو واندا. ايه؟ اسالني في كوزمو واندا. انا الوالدين السحريين. لا. الله. 1
ميم يا عم اتقل بقى ده السؤال ده صعب. هانتر فيز هانتر ولا ايه؟ اه هانتر تمام. في مختار وحسان ده كان في سلام دانك ماشي جابه خاطئه. طب اتقل اكس هانتر ده ميشو اللي هو القناص قد لمعت عيناه وربنا والله العظيم. طب اتقل عندك واحد جون فريكس، اتنين كورابيكا مثلا، تلاتة كيلوا زولدك بس ما عليك. هم دول الاسامي اللي جوه؟ اه والله انا افتكرتهم علب دواء. لا يا معلم خلاص كده جابوا خاطئه ميشو. بقى اني خسرت فالعقاب جاي ولا اي كلام. المهم هو دلوقتي اداني ليمونتين وقطعهم لك كل ليمون نصين سلايسز فانت هتاكلهم دلوقتي. مش هيخش اصلا بقي مره؟ لا هيخش والله، هم ليمونتين صغيرين بس انا سبتهم فانت بتحسبهم. طب شيل يا اسطى والله دي مش اسئله اخسر عشانها اقسم بالله. طب اصلا ماشي انا بقي صغير مش هيخش كلهم مره. طب خد اتنين، خد اتنين مع بعض وامضغهم براحتك. خد يلا دخل 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 كله مع بعض. خد اللي بعده. انت اصلا ما تقولش اسئله تاني. هو الليمون اللي مش معسل الثلج ده مش ساقع ليه؟ يا ابني كل كل اهو. هات يا اسطى، هات ميه، هات ميه. اه هات يا اسطى والله ما قال. هات طبق، هات طبق، هات طبق مش هيخش يا اسطى. دي مش اسئله اكل عليها ليمون وربنا. لا مش هي. خايف هي في؟ لا لسه في. لا لا تاكله. وبكده الحلقة خلصت. استنونا في الحلقة الجاية وهيكون الضيف معايا أنا ومعاذ ومشو اللي هيقدم الحلقة.